احمد ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. اتفضل يا كريم. فوز مهم جدا، ويمكن المباراه صعبه لطريقه اللعب اللي يمكن نادي المولين لعب بيها مدار الجيم، يمكن هي دي اللي كانت قافله الجيم شويه، لكن كل الامور دي طبعا نتكلم فيها مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سامي، جيم صعب ويمكن طريقه اللعب كمان هي اللي ازمت المباراه كده، لكن بالاصرار الكبير وبالجهد ما عندناش، عندنا امل كبير وثقه على طول ان احنا نحرز هدف، وبالفعل التغييرات كمان كانت ليها مؤشر كبير جدا. حطينا في الاجواء وشايف المباراه النهارده ازاي؟ تحيه طبعا كابتن ايمن وضيوفه. زي ما انت قلت المباراه صعبه جدا، من مراته القليله بقى فتره كبيره نادي الوليد ما لعبش بالاستاد ده، لكن احنا كنا متوقعين كده شويه لان برده موقفهم صعب، خصوصا لو عندهم مباراه الاهلي وبعد كده بيراميدز، فرق البنات بينهم واللي تحت منهم، يعني هم 29 واللي تحت اسوان 25 والبنك الاهلي 25، فكان مهم جدا اللي هو يعمل نتيجه ايجابيه كده. توقعنا كده برده ظروف الملعب، وانت عارف بيترو سبورت مساحه الملعب مش زي اللي برده استاد السلام واستاد القاهره، الملاعب الكبيره يعني ساعدتهم شويه في الشوط الاولاني، لكن الحمد لله اعتقد ان الشوط الثاني كان الحمد لله عندنا افضليه الحمد لله، والراجل برده عمل تغييرات مكنتنا شويه اللي يكون عندنا كثافه هجوميه اكتر، عندنا صلاح وبواليا وشريف، قدرنا نعمل كروسات كويس، قدرنا نستغل برده قفشه في الثمانيه عشان يقدر يبني كرة اسرع ويلعب لقدام اسرع، فاعتقد الحمد لله يعني الشوط الثاني اعتقد اللعيبه ادت اداء مميز جدا، الحمد لله كان عندنا الافضليه، الحمد لله ربنا كرمنا بالماتش الحمد لله. رش الميه يمكن ده للفريقين يا كابتن سامي، يعني ما بنرش ارضيه الملعب سواء في استاد السلام او استاد بيترو سبورت او اي استاد، ده للفريقين. على ما اعتقد النهارده عدم رش الميه ده يمكن خشونه شويه، ويمكن كمان الارض مش مستويه، ده اثر شويه بخبرتك يا كابتن؟ انت عارف طبعا ان احنا على طول متعودين بنلعب كده، ومعظم الفرق اللي بتبقى عارفه النادي الاهلي بيلعب كده، فبرضه هو مش عاوز يدي لك الافضليه دي، وده حقه طبيعي يعني، لكن زي ما انت قلت بتاثر طبعا على سرعه الاداء وسرعه الكوره، وبرضه بتساعدنا خصوصا لما تكون فرقه بتلعب بتكتل، اعتقد بتبقى بتدينا ميزه افضل لينا. لكن انت لازم وزي ما كل مره بنتكلم انت لازم تلعب في كل الظروف، يعني سواء ملعب صغير كبير، في ميه ما فيش ميه، تكتلات دفاعيه، ده طبيعي يعني. فلكن الحمد لله اللعيبه قدرت الحمد لله يعني تتعامل مع المباراه بشكل كويس، والحمد لله اعتقد الحمد لله اللي احنا كنا حق بالمباراه هضرك لفريق المولين، وان شاء الله ربنا يوفقهم الماتش الجاي. تقولي للعيبه عندنا ثلاث نقاط مهمين جدا، ومن بعدها بقى التركيز الكبير في النهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، بس فاضل مباراه المقاصه، تقولي لكل اللعيبه يا كابتن؟ بشكرهم طبعا على الجهد دوت والاداء دوت، وزي ما انا كلمت المره اللي فاتت اللي احنا عندنا 13 مباراه، النهارده بقى عندنا 12 مباراه مهمين جدا، الخطوه اللي جايه مهمه جدا، والمقاصه خصوصا اللي هي قبل مباراه كايزر يعني مهم جدا احنا نركز فيها، ربنا ان شاء الله بس يحميهم من الاصابات، ان شاء الله نخرج سلام، ان شاء الله ركز في المباراه، الثلاث نقاط مهمه، وبعد كده ان شاء الله نروح بقى للطموح اكبر وحلم اكبر، وبطوله ان شاء الله نقدمها ان شاء الله هديه لينا للجمهور ان شاء الله. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا ليا.